بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. موضوع حلقة اليوم يتعلق حول هذه الأداة التي تستعمل للطيور المريضة أو الطيور التي أصيبت بالكساح. والكساح معروف أن نجد الطائر أو فرخ طائر طيور البري أو طيور القنا أو أي طيور أخرى قد أصبح يعني رجلين متفارقتين يعني ومبتعدين عن البعض وتقل حركته سبحان الله. ومن أسباب كما تذكرت سابقا هو نقص الكالسيوم، أو يعني تجد الأنثى ليس لها الخبرة في حضن الفرخ بحيث تبقى حاضنة يعني مدة طويلة. نجد هناك سبب العشة، وممكن يعني أن نضيف النظرة كي لا يكون هذا السبب موجود. وإذا قدر الله يعني وشاهدت أن أحد طيورك أصبح مريضة بالكساح، فهذا هو العلاج يا غالين. هذه هي القطعة الكلاسيكية، نقوم بربط اليمنى مع اليمنى واليسرى مع اليسرى حتى تجتمع ويصبح الفرخ جيد جدا. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف طيور.